دلوقتي احنا هنتكلم مع حضراتكم عن بطل امريكي اسمه توني براينو. هذا البطل قدر انه يحطم الرقم القياسي في تمرين القرفصاء، عمل 26000 تمرين في 24 ساعة، كان بياخد بس استراحة 30 ثانية تقريبا من كل 22 تمرين. خلينا نشوف التقرير. علشان تحقق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لازم تكون في مواصفات كتير عند الشخص أو الفريق اللي عاوز يحقق اللقب ده. أولاً، الإصرار والمهارات الاستثنائية والالتزام الجاد. فقبل ما تقدم على طلب لكسر رقم قياسي موجود حالياً، بالتأكيد لازم تدخل تعمل بحث وتفتيش كويس على الأشخاص اللي حققوا آخر رقم في نفس المهارة اللي بتمتلكها. مش بس كده، المهارة لازم يكون فيها شيء جديد ومختلف، لأنك هتكون الشخص الأول اللي اقترح الرقم القياسي. وده بقى اللي عمله المواطن الأمريكي توني براينو، اللي قدر يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من تمارين القرفصاء خلال 24 ساعة. براينو نفذ أكتر من 26000 تمرين خلال 24 ساعة، وبكده قدر يحطم الرقم القياسي السابق اللي سبق وسجله جو ريفردز في 2020. براينو صاحب الرقم القياسي الجديد، وهو بينفذ التحدي قدم استراحة لمدة 30 ثانية مع كل 22 تمرين قرفصاء، وتناول بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ومشروبات الطاقة للوصول لهدفه. وبدأ توني محاولته الجريئة لتسجيل الرقم القياسي الساعة 5 الصبح يوم 5 إبريل، وأنهاها في نفس الوقت يوم 6 إبريل. وأثناء التحدي، براينو قال للصحفيين اللي كانوا واقفين إنه بيشعر بالتعب في نص محاولته، إلا إنه قدر يتجاوز توقعاته وحقق بالفعل هدفه. وقال إنه استوحى تسجيل الرقم القياسي ده من الرياضي ديفيد هوجنسك، اللي سبق وأجرى 4030 تمرين سحب خلال 17 ساعة و45 دقيقة في إبريل عام 2013.